تعازينا ومواساتنا لضحايا الحريق اللي صار بمستشفى الحسين في محافظة الناصرية طبعا، والصبر والسلوان لذويهم والشفاء العاجل للجرحى. طبعا المواساة من الأنبار ومن الرمادي تحديدا إلى الناصرية، إلى هذه المحافظة البطلة، هذه المحافظة المنتفضة دائما بوجه الاستبداد وبوجه الظلم وبوجه العناصر الغير كفوءة. الحرام مثل مي البحر، ايش قد ما تشرب من عنده تظل عطشان. وانا اقول حكومتنا كلكم فاشلين على هاي الشيء. ده يصير حسب المعلومات اللي وردتني ان المستشفى فعل فاعل، ثانيا الابواب مقفله بزناجيل من شهود عيان، هاي كلها تدل على انه هناك ايدي خفيه تشتغل على هذا الشيء، وهاي الايدي مجرمه والحكومه جاي تساندها، واذا ما اكتشفوا من الفاعل خلال هاي الايام ان وقفه ثانيه راح تكون اشد من هاي الوقفه. اليوم احنا كشباب واهالي الانبار سوينا وقفه تضامنيه على ارواح الشهداء اللي راحوا ضحيه مستشفى الحسين بالناصريه. حبينا انه نعبر عن تضامننا مع اهلنا بالناصريه. بنفس الوقت احنا نحمل الحكومه المسؤوليه ووزاره الصحه بيان الاستنكار ومنشورات السياسيين على مواقع التواصل الاجتماعي ويعبرون عن قلقهم. هاي كلها صارت بدون جدوى، هاي مو الحادثة الأولى اللي تمر علينا، حادثة العبارة وغيرها، الحريق ببغداد وغيرها وغيرها.